عين مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي براين هوك أحد كبار مستشاريه مبعوثا خاصا بشأن إيران. وقال بومبيو في مؤتمر صحفي أن هوك سيقود مجموعة العمل الخاصة بإيران لتنسيق الإجراءات التي تتخذها وزارة الخارجية الأمريكية تجاه طهران. ولم يكن هذا الإعلان مفاجئا نظرا لأن هوك كان يقود جهود وزارة الخارجية مع الحلفاء في أوروبا وآسيا لإقناعهم بوقف استيراد النفط الإيراني بحلول نوفمبر القادم. وتأتي هذه الخطوة مع استعداد الإدارة الأمريكية لتكثيف الضغوط الاقتصادية على إيران لإرغامها على إنهاء برنامجها النووي ودعمها للجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط.